السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أكلات مع حورية، مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هنحضر لكم سلطة على شكل كيك بالدجاج والخضر وبشكل جديد وراقي. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة كناخد صدر الدجاج ونشفوه من الماء مزيان. كنرش عليه شوية الملح والبزار، شوية الخرقوم وزيت الزيتون. كنوضعو الدجاج بابي ألمنيوم ونجمعوه مزيان. كندخلوه للفرن على درجة حرارة 200 من الأسفل حتى يطيب، ثم نشعلو عليه من الأعلى يتحمر شوية. من بعد ما طاب الدجاج كنخليوه حتى يبرد ونقطعوه مربعات صغيرة. كناخدو حبان تاع البصلة مقطعة ونضيفو لها ملعقة صغيرة سنيدة ونصف ملعقة الملح وجوج معالق كبار الخل والماء سخون. نخليوها 10 دقائق في الماء، من بعد نصفيوها. ناخدو 3 حبات نتاع الخيار ونقطعوهم شرائح طويلة. Thank you.
بالنسبة لي الجزر كنحكوه في حكاكة غليظة على شكل طولي. كناخدو حبة مطيشة ونحيدو لها القشرة ديالها ونديروها على شكل وردة. من بعد نحيدو لها الزريعة ديالها ونقطعوها على شكل مربعات. ناخذ الطبسين المتوسط ونستفو فيه شرائح نتاع الخيار. كنوضعو كاس في الوسط، من بعد نحطو فوق شرائح الخيار قطع الدجاج. ونديروا فوقهم المايونيز. ثم نوضعوا البصلة ونديروا فوقها المايونيز. وفي الاخير نوضعوا الجزر ونديروا فوقه طبقة اخرى من المايونيز. كنزولوا الكاس ونجمعوا شرائح الخيار.
كنوضعوا مطيشه في الوسط ونديروا فوقها الوريده اللي صوبنا. لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.